الرحمن الرحيم. حصة الرياضيات طلبة الصف الخامس اليوم إن شاء الله يا خامس رح نحل أسئلة أتدرب صفحة 90. طبعاً رح تكون الأسئلة تتعلق بعملية جمع الكسور. ركزنا في الحصة الماضية إنه عملية جمع الكسور تعتمد على شغلتين. الشغلة الأولى لازم نقوم بعملية توحيد المقامات، والخطوة الثانية إنه المقامات لا تجمع ولا تطرح، فالمقام بنزله كما هو. طبعا في البداية أظل الناتج جملة الجمع في النموذج وأكتبه. بنعد هون طبعا نمثل الكسر الذي يمثله هذا الشكل. واحد، طبعا ناخذ أول شيء الأجزاء المضللة، واحد اثنين، فالجزء المضلل هو اثنان، على الأجزاء الكلية اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة، فالكسر الأول اثنان على عشرة، زائد ننتقل الآن للكسر الثاني، عدد الأجزاء المضللة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذا عندي سبعة. عدد الأجزاء الكلية عشرة. الآن بنبدأ. حكينا المقامات لا تجمع ولا تطرح. لاحظ المقامات موحدة، هنا عشرة وهنا عشرة، فمنزل المقام كما هو. الآن بنجمع البط، سبعة زائد اثنان تسعة، فإحنا راح نضلل تسعة أشكال، تسعة مستطيلات صغيرة أو أجزاء، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، فراح نضلل هدول التسعة. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. طبعا هون في عندي أنا عدد كسري، الجزء المضلل بالكامل، في عندي شكل مضلل بالكامل اللي هو الواحد، تمام. الآن هون عندي كسر اللي هو واحد على اثنين، عندي شكل واحد مضلل من أصل جزئين، زائد هنا عدد الأجزاء المضللة بالكامل واحد، فعندي عدد صحيح هو واحد. الآن بننتقل هون للكسر، الكسر عندي هنا واحد على أربعة. لاحظ المقامات هنا غير موحدة، يجب أن نقوم بعملية توحيد المقامات، فبناخذ المقام الصغير لاثنين، في رقم بضربه في اثنين بيعطيني أربعة، نعم اثنان، فبنحكي ضرب اثنين ضرب اثنين، هلا يساوي راح يصير كالتالي، واحد صحيح، اثنين ضرب واحد اثنان، اثنين ضرب اثنين أربعة، زائد واحد صحيح وربع. أول شيء حكينا بنجمع الأعداد الكلية، واحد زائد واحد اثنان، هلا بنجمع البسط مع البسط، اثنين زائد واحد ثلاثة، المقامات لا تجمع بتنزل. إذا أنا راح أضلل شكلين بالكامل، فهذا الشكل كامل راح أضلله، وهذا الشكل كامل راح أضلله. بنيجي للشكل الثالث، بدي أضلل ثلاثة من أصل أربعة، فبحكي واحد اثنين ثلاثة. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. طبعا السؤال الثالث في عندي مجموعة كسور، المطلوب مني يا خامس إني أقوم بإيجاد ناتج جمعها. الكسر الأول ربع زائد نص، حكينا حتى أجمعها لازم أوحد المقامات، في رقم بضربه في اثنين بيعطيني أربعة، نعم اللي هو ضرب اثنان ضرب اثنان. هلا الربع بنزله نفس ما هو لأن أنا ما اشتغلت فيه، زائد اثنين ضرب واحد اثنين، اثنين ضرب اثنين أربعة، يساوي المقامات لا تجمع فبنزلها نفس ما هي، واحد زائد اثنين ثلاثة، يصبح الناتج ثلاثة على أربعة. طبعا هو طالب مني اني اكتب الناتج بابسط صورة، سيتم شرح ابسط صورة في الحصة، في راح اخصص حصة عشان نوضح شو المقصود بكتابة الكسر بابسط صورة. احنا راح نوجد عملية الجمع فقط اليوم. طبعا هنا نفس الشيء، عندي كسرين المقامات غير موحدة، الثلاثة راح اضربها في اثنين، والاثنين راح نضربها في اثنين، اثنين ضرب اثنين اربعة، ثلاثة ضرب اثنين ستة، زائد سدس، ويساوي المقام لا يجمع بالنزل نفس ما هو، أربعة زائد واحد يساوي خمسة. الآن الكسور الثالثة، عندي سبعة على اثناش وثلاثة على أربعة، الرقم اللي بضربه في أربعة بيعطيني اثناش هو ثلاث، فرح نضرب هنا البسط والمقام في العدد ثلاثة، بنزل السبعة على اثناش، زائد ثلاث ضرب ثلاث تسعة، أربعة ضرب ثلاث. الآن حكينا 3 ضرب 3 يساوي 9، 4 ضرب 3 يساوي 12، هلا بدي أجمع البسط، 9 زائد 7 يساوي 16، وال 12 المقامات بتنزل نفس ما هي بدون أي تغيير، لأن المقامات لا تجمع ولا تطرح. الآن رقم 6،
عندي أعداد كسرية، في البداية راح نوحد المقامات، هنا نضرب في 2 وهنا نضرب في 2، هل العدد الكلي بينزل نفس ما هو؟ 2 في 1 2، 4 في 2 يساوي 8، زائد 2 صحيح و1 على 8. طبعا في البداية بنجمع الأعداد الكلية، 2 زائد 3 5. الآن نجمع البسط، البسط مع البسط، 2 زائد 1 3، والثمانية تنزل نفس ما هي لأنه المقامات لا تجمع ولا تطرح. 3 و3 أعشار زائد 3 و5، الخمسة بضربها في 2 والاثنين بضربها في 2، فبحكي 3 صحيح و3 على 10، زائد 3 صحيح و4 على 10، 2 ضرب 2 4 و2 ضرب 5 10، يساوي أول شيء بنجمع الأعداد الكلية، 3 زائد 3 6. الآن نجمع البسط مع البسط، 3 زائد 4 7، والمقامات لا تجمع تنزل 7 على 10. المسألة الثامنة، عندي 3 كسور بدي أوحدهم، في رقم بضربه في 2 بيعطيني 8، نعم 4، فبضرب 2 في 4 بسط ومقام. في رقم بنضربه في 4 بيعطيني 8، نعم 2، فبنضرب البسط والمقام في 2. هلأ 3 على 8 بتنزل، زائد 2 في 1 2، 2 في 4 8، زائد 4 في 1 4، و4 في 2 8. هلأ بدي أجمعهم، 3 زائد 2 5، 5 زائد 4 9، والمقام بينزل نفس ما هو يصير 8. السؤال التاسع، في عندي شخص عم بيخصص ساعات لأشياء محددة في اليوم، فمخصص هو ساعات لمشاهدة التلفاز بمقدار 2 ساعة و3 ساعات، وساعات اللعب 3 ساعات، بحكي لك كم مقدار الوقت الذي يقضيه في مشاهدة التلفاز ولعب كرة السلة في أسبوع واحد؟ طبعا رح نجمع، فبحكي 3 زائد 2 وثلثان. طبعا لاحظ هنا أنا في عندي هون أعداد بس، هذا عدد كلي، فبجمع العدد الكلي مع العدد الكلي، 3 زائد 2 5. هلا هذا الكسر ما في بسط أجمعه معاه، فمننزل الكسر نفس ما هو، فيصبح الناتج 5 و2 على 3. السؤال العاشر، تم زراعة أحد أشجار السرو في إحدى الحدائق، كان ارتفاعها 22.5 متر، بعد 10 أعوام زاد ارتفاعها ووصل 3 لـ10، زاد بمقدار 3 أمتار وعشر، كم أصبح ارتفاعها؟ سنقوم بالجمع، 22.5 زائد 3 وعشر، المقامات غير موحدة، سنقوم بعملية توحيد المقامات. هلأ 2 بضربها في 5 و1 بنضربه في 5، بنزل 22، 5 في 1 5، 5 في 2 10، زائد 3 وعشر. طبعا لاحظ المقامات تم توحيدها، أول شيء بنجمع الأعداد الكلية، 22 زائد 23 25. الآن البسط مع البسط، 5 زائد 1 6، والعشرة بتنزل، فيصبح الناتج 25.6 متر أصبح ارتفاع الشجرة. هيك بنكون حلينا الأسئلة، أتدرب، يعطيكم العافية. 5